أعمل موظفا في الدولة، والمكان الذي تم تعييني فيه ليس بحاجتي، فسرحني المدير في العمل حيث أنني لا أداوم وأتقاضى مرتبي بدون عمل، فما الحكم؟ الحكم أنك تأتي للعمل وتجلس ولو ما عندك عمل، لأنك فرغت نفسك وجلست، فتجلس في مكان العمل، وصاحب المدير ليس له أن يمنعك من الحضور، بل تحضر وتجلس، فإن جاء عمل تشتغل، وما جاء عمل فأن تجلس تنتظر العمل. نعم.